اتفاق المعارضة أولا نقطة أساسية، مش ضروري يتفقوا على مرشح فقط، بدهم يتفقوا مع الطرف الآخر على مرشح يقدر يحظى بتوافق الطرفين، لأنه إذا هذا المرشح مقبول، إذا هذا المرشح إذا نزلوا بمرشحين وكل مرشح لفريق وربح المرشح أحد الفريقين، معناته رحنا لعدم توافق، رحنا فرضنا بالأمر الواقع خيارا على بقية الأطراف. اللي عم يقولونا الأخوين السعوديين والإيرانيين إنه تعوا لتفقوا على شخصية رئيس ليكون يقلع بقوة وبسرعة. اليوم نحن ما في فينا إمكانية بلبنان لهذا النوع من الاتفاقات؟ في إمكانية طبعا، في إمكانية. فيك تعطيني مثل؟ يعني اليوم اللي حصل بعد الطائف مباشرة، من توافق على الياس الهراوي مثلا؟ مين بخلال 24 ساعة؟ طيب كيف توافقوا على رنيه معوض، على الرئيس الشهيد رنيه معوض مثلا؟ يعني في امكانيه. هلا بتقولي لي الظروف، لا بتقولي لي كان يعني. لا بتقولي لي كان في رعايه خارجيه كمان طبعا. ايه وهلا في رعايه خارجيه، وهلا في، بس هلا عم يتركوا لك مساحه حركه انه مارسوا يا لبنانيه مسؤولياتكم الوطنيه وروحوا اتفقوا فيما بينكم. برايك استاذ صلاح هيدي مساحه الحركه اللي هي كتير مهمه، علما انه يمكن الخارج بيعرف انه بعد ما في هذا النضج الكافي في الداخل اللبناني لحتى لي يتعود ياخذ زمام الامور، هيدي مساحه الحركه اتيه من ايمان حقيقي بانه قادر الداخل اللبناني يعمل شيء، او عاطين مساحه لنفسهم الخارج بانه يلا فرعتوا اخر شيء مش حتوصلوا لشيء، منجي ساعتها نحن بنحسم الامور وما حدا منكم بيقدر يفتح تمه او يعلق. وهذا الامر الارجح، اذا بقيت هذا الوضع نحن معنا فرصه لحزيران. بصراحة الأجندة السعودية الإيرانية محددة خلال 3 أشهر بده يكون في رئيس للبنان. إيه حددوا هذا الأمر. نعم. يعني موعد عليه. حاكمية مصرف لبنان. مش ما له علاقة، بس إنه استعجال إنهاء هذا الشهور. نعم. لأنه الوضع البلد عم ينهار يوم بعد يوم أكثر وأكثر. طيب هذا يعني إذا اللبنانيين ما قدروا خلال فترة زمنية محددة يتفقوا بده يكون في فرض رئيس من الخارج. وهذا الأرجح في حال بقيت الأمور على ما هي عليه. أيهما أسهل علينا، يجيبونا يجي الروح القدس يجيب لنا الورقة يقول سقطها مثل ما كان يقول الرئيس الهراوي؟ شو نوع الرئيس يلي ممكن أن يفرض؟ أهم شيء يكون أنه ما محسوب على هذا من هذا المنظومة السياسية، لا عن هذا الفريق ولا على هذا الفريق، وعنده دعم خارجي قوي بمكنه من تشكيل حكومة قوية، رئيس حكومة قادر يدير عملية الإنقاذ. عمين تنطبق اليوم هيك مواصفات؟ أنا ما بعرف. عندك اسم؟ ما مفقود بالاسم. طيب الوزير البخاري اليوم سيستكمل السفير. عفوا السفير سيستكمل هو رتبة وزيرك فوق العادة سفير صحيح. فوق العادة عم يستكمل اليوم لقاءاته، ولكن اللافت أنه يزور الآن الرئيس تمام سلام وبعيد عن الإعلام، ما بدهم إعلام بهذا الأمر، ليش عم يزور الرئيس تمام سلام؟ الرئيس تمام سلام أحد الأسماء المطروحة للترأس حكومي العهد الأولى، يعني من ضمن الأسماء الأساسية. يعني في حتى عم ينحكى بالنائب فؤاد مخزومي، عم ينحكى مثل ما انحكى بالدكتور نواف سلام بفترة من الفترات. قلنا سقطت بس الرئيس تمام سلام احد الاسماء المطروحة الاساسيين. يعني الرئيس تمام سلام كان بمرحلة سابقة وكأنه استسلم بموضوع العمل السياسي، وعبر أكثر من مرة أنه خلص ما بقى يعني له هذا الموضوع ويفضل الخروج من هذه المعمعة السياسية. ممكن من باب إنقاذي أن يعود الرئيس تمام سلام عن هذا؟ خليني أقول لك بالأول، يعني أنا على تواصل دائم مع الرئيس تمام سلام، عزوفه عن الترشيح الانتخابات ما بده يفوت بظاهره انه الرئيس سعد الحريري دعا للمقاطعه فاجا هو وخرج من
المشهد السياسي، وكأنه جاي ياخذ محل الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع. فحرصا على هذا، وهذه اليوم يعني انا بعتبره مستوى اخلاقي رفيع بالاداء السياسي نفتقد له بهذه الايام كثير يعني. ففضل عدم الخوض والوقوف جانبا بالانتخابات، ورغم كل المحاولات اللي جرت معه على مختلف المستويات بقي محافظ على هذا الموقف الاخلاقي انا بعتبره بالدرجه الاولى، علما انه كان في فرصه ان يستعيد زعامه هذه الدار التاريخيه اللي عمرها 100 سنه زعامتها بغياب الرئيس الحريري بمجرد ترشيحه الانتخابات وتشكيله لها. واحد. اثنين، خروجه من وقوفه جانبا من الانتخابات لا يعني انه خرج من العمل الوطني. بعدهم بانه رؤساء حكومات سابقين عم يجتمعوا بقيموا بهذا يعني. بس عم نحكي العمل نين. الوطني شيء ونادي رؤساء الحكومات السابقين شيء، وان يعود اسم جدي ليش يعود اسم جدي؟ ليش يعود؟ لانه تجربته كانت ناجحه. سنتين وشو نص تقريبا رئيس حكومي وما في رئيس جمهوري في مرحله شغول رئاسي، البطرك الراعي بيقول نحن لم نتعارض ولم نشكو من الرئيس تمام سلام بكلمه واحده ولا بموقف واحد، مثال التوافقيه يعني. يعني معروف ابن هذا البيت العريق بالعمل السياسي الوطني انه معتدل منفتح متوازن يراعي كل الاطراف، وبالتالي على مسافه واحده على علاقه جيده مع كل الاطراف كان بهذيك الفتره، رغم انه كان فتره صعبه علينا يعني. انه اليوم سنتين ونص بلا رئيس جمهوري، بتعرفي شو صار مشاكل وشو المحاولات اللي كان عم يعملها التيار الوطني الحر شعبويا، ساعات بالشارع وساعات طاوله منشور صودره وكل يعني. ليس بعيدا الرئيس تمام سلام من ان يكون رئيس حكومه العهد الاولى. لا مطروحه بصراحه، مطروحه عم لك يعني هو فؤاد مخزومي وفي اسمين تانيين يعني كان عم ينطرحوا من خارج السياق السياسي يعني. بس الرئيس تمام سلام يعني بحكم هو الاقرب تجربته وهذا حتى الان يعني يبدو انه هو الاقرب يعني.